عندي واحد الخبر حصري هو انني غندير فيلم تشلحه انا وعمر لطفي. يا سلام يا سلام. فيلم تشلحه باش باسكو شلحه تبارك الله يعني هي انا شلحه ماما وبابا شلوح دونك جاتني الفرصه مع المخرج ابراهيم الشكيري اللي هو واحد من المخرجين ديال حديدان ومخرج كبير تبارك الله ومنها باش ندخل للناس شلوح و ادي سنسوال تنمرت يعزاني كتهضري مزيان وي يا غتاش الحيطه كنهضر بالشلحه بحال اللي كنهضر بالعربيه ولكن بعض المرات كنكون مع عمري كان فيق الصباح بكري ما كان فطرش كتكون فيها ديك الترعيده علمي علمي باش حاجه اش حاجه علمي اش حاجه باش لها ما تريت هذاك النيغ اش بغيتي نقول لك اش بغيتي نقول لك تعزات داري باهره عزيز عليا بزاف تعزات داري تعزات داري باهره تعزات داري باهره يعزز عليا بزاف عزيز عليا بزاف في مينا ماسكولين تعزات داري عندهم بحال تعزات داري باهره دوك تقولها البنت ولا الولد تعزات داري باهره افلام يرضو ربي افلام يرضو ربي هي هي الله يرضي عليك افلام يرضو ربي افلام يرضو ربي زعما الشلحه سهله ماشي افلام يرضو ربي جدو